البدايه هتكون مع اخبار الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي استأنف تدريباته طبعا استعدادا لمباريات كاس رابطه الانديه اللي هتبتدي بمواجهه الجونه يوم الخميس الجاي ان شاء الله 13 يناير. وطبعا بيغيب عن تدريبات النادي الاهلي اللاعبين الدوليين المنضمين الى منتخبات بلادهم استعدادا للمشاركه في بطوله كاس الامم الافريقيه. كمان عايزين نتكلم عن استعدادات الاهلي لكاس العالم للانديه، وخبر اعلنه الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، قال انه قام بارسال الملف الطبي للاعبي الفريق للجنه الطبيه بكاس العالم للانديه، وانه تم اعداد ملف طبي شامل لكل اللاعبين وفقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكره القدم واللجنه الطبيه بكاس العالم للانديه، وتم ارسال هذا الملف في الموعد المحدد له. كويس جدا. كمان خليني اضيف في ضمن التحليل اللي هيتم او هتتم للاعبين، هنا بقى تحليل الدي ان ايه اللي كنت بقوله لحضراتكم. طب ايه الفكره؟ هو وضح اسبابها الدكتور ابو عبله وقال ان هو حدد برنامج لاجراء تحليل الدي ان ايه اللي هو الحمض النووي يعني للاعبين، بدايه هيكون من الشهر الجاري عشان يحدد هنا يا كريم كافه القياسات البدنيه والطبيه للاعبين لاطول فتره ممكنه، طبعا مشيرا ان التحاليل دي هيتم اجراءها بشكل تدريجي بهدف الوقوف على الحالة البدنية والطبية، كمان برامج التغذية اللي بيحتاجها كل لاعب بشكل منفرد. وأضاف كمان أن مثل هذه التحاليل بيتم العمل بها عالميا في أكبر الفرق حول العالم، قام الأهلي باستخدامها من قبل وتحديدا بنتكلم عام 2019، وأكد أن نتيجة التحليل أو التحاليل دي أو تحليل كل لاعب هيتحدد متطلباته بقى البدنية وبرامج التغذية المحددة ليه، فضلا كمان عن المساهمة في تحديد خطوات برامج الاستشفاء وعلاج اللاعبين المصابين. فعارف كده زي ما انت بتكون بتعالج من المصدر بقى، يعني انت بيبقى عندك زي بروفايل او فايل كامل عن كل حاجه خاصه باللاعب، فانت بتبقى فاهم ايه التغذيه المناسبه كل اكيد كل لاعب غير التاني، كل مثلا علاج كمان ممكن يختلف فتره العلاج، كل الحاجات دي بتسهلها جدا التحليل بتاع الدي ان ايه. وزي ما دكتور ابو عبله كان بيتكلم دي موجوده اصلا من زمان فعلا، لكن كويس قوي ان هي برده بيتم تطبيقها بشكل فعلي دلوقتي. اكيد اكيد نقطه في منتهى الاهميه.